الدنيا دار ابتلاء، حقيقة لا مفر منها، ليميز الله الخبيث من الطيب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقد يحسب المبتلى أن ما حل به من مرض أو مصيبة غضب من المولى، فيسيء الظن بربه وينسى بأنه سبحانه ابتلى الأنبياء والرسل وهم أطهر خلقه وأحبهم إليه. وما يزال الله يبتلي الصالحين والأتقياء حتى قيام الساعة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة. والمؤمن الحق يبصر بقلبه خفايا الأمور، فيصبر ويثق في خالقه منتظرا فرجه ورحمته، لينعم باليسر بعد العسر والفسحة بعد الضيق. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آية مطمئنة تحفز المبتلى على الصبر لينال هدايا الكريم المنعم وتصيبه بشائره التي وعد بها. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.